السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشوف واحد المسمنات معمر بالدجاج، كيجيو اكثر من رائعين. كما كتشوفوا كيجي حتى العجين كتجي مورقه وكيجيو بنان. صدقوني هاد المسمنات كيجيو بنان. الطريقه سهله ومبسطه. نمشيو على بركه الله باش نشوفوا المقادير ديال العجين وكذلك الحشوه. بالنسبه للعجين عندنا سكيلو ديال الفورص وربع ديال الفينو ومعلقه صغيره ديال الملح والماء بارد باش غنعجنوا هذا العجين. بالنسبه للعجين كنخليوه شويه مرخوفه وكنغطيوه ببلاستيك غذائي ونخليوها ترتاح حتى نرجعو ندلكوها. بالنسبه للمقادير اللي غنعمرو بها هاد المسمن، عندنا ستر ديال الدجاج قطعتو طريفات. دونك بالنسبه للمقادير او العبار ديال الدجاج على حسب الكميه اللي عندكم، تقريبا انا عنديه 250 غرام يعني ربع، وعندي هنايا بورو زدت معاه واحد بصيله، وعندي هنا الزعتر، وعندي هنا الملح والبزار، عندي هنا الزيتون اسود مقطع دوائر، وعندي هنا الفرماج. حتى الفرماج هو اختياري البنات. نمشيو على بركه الله باش نحضروا هاد المسمنات. اول حاجه نحضروا الحشوه. حنا خلينا العجين ترتاح وغنمشيو نوجدو الحشوه حتى تبرد، وعاد نرجعو ندلكو العجين ونعمرو المسمنات ديالنا. هلا وغنديرو فيها اما الزيت البلديه او الزيت الرميه. دونك انا غنحط بالزيت البلديه تقريبا ربع كاس ديال الزيت البلديه، وغنديرو بوارو البواغو يتشحر شوية. هذا غنضيف الدجاج. هنا كما كتشوفوا طريفه ديال الدجاج خليناهم كبار شويه، لانه في الاخير بعد ما غادي نشحروا الكل غادي نقطعوا بالكراده. Thank you.
كندير شويه الزعفران. البنات بالنسبة للريحة طالعة، يا سلام. هي من أحسن تشحها مزيان. غادي نخليوها تبرد، المهم البنات الدجاج بعد ما برد ليا، دونك دابا نديرو هنا باش كيولي هنا هاكا طايب هاد الصغار، ملي نقدرو نعمرو بيهم المسمن ديالنا أو الريفات. على فكرة البنات هدا غادي يحماق عليه الوليدات. دونك بالنسبة للحشوة هاهي بعد ما درتها في الكرادة والعجين بعد ما دلكتها غطيتها بفيل وخليتها ترتاح ونطلقها. المهم هنايا كنكرصو نديرو الحشوة على هاد الشكل صافي. كنلويو السمنة ديالنا عادي بسمن مربع، كنديرو وسط وحدة وسط وحدة. من عادي على فكره البنات انا نسيت ندير فيه شويه التحميره بقات باش كيعطي اللون، هو اختياري المغوش. وهذا هو الشكل النهائي ديال المسمن معمر بالدجاج والبوارو، كيجي رائع جدا. الشكل ديالو كيجي مقرمش انه ساخن، كيجي لذيذ. نتمنى انكم تجربوه، اكيد لعجبكم بارطاجيو مع العائله والاصدقاء ديالكم واحبابكم. وفي نهايه الفيديو نتمنى انكم تعملوا لايك والبارطاج فضلا وليس امرا، وبالصحه والراحه الى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.